اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، لا سيما بضعتك المهضومة المظلومة. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. شباب شباب ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد، فيا نفس اذهبي وجدا وحزنا، ويا عيني بحمر الدمع جودي على حلو الشباب وبدر تمن شبيه محمد خير الجدود. كأني بالحسين غدا ينادي علينا يا ليالي الوصل عودي، رجوتك يا علي تعيش بعدي، رجوتك يا علي تعيش بعدي. الأب يتمنى من يموت ابنه يشيعه، لكن بالحرب الأب يدفن الابن يقعد يم جسده. رجوتك يا علي تعيش بعدي، توسد جثتي رمس لحودي، وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقير. قعد يمه وشاف مغمض العين بدم سابح مترب الخدين، يقل له يا ابني علي يا فتشة العين، يا ابني صواب الضادك وين، أنا والدك أنا والدك، العد راسك حسين. أبك وودع بشمتي الخدين، علي راح شافه والنبل شابك، علي راح قعد يمه وصفق راحن، علي راح يصيح بصوت يا زينب، يصيح بصوت يا زينب، علي راح علي راح، والدنيا ترى ظلم. يا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. إلى شرف النبي وآله رحم الله من يصلي على محمد وآل محمد. من أشهر الصفات التي اتصف بها علي بن الحسين الأكبر هو شبهه بجده رسول الله صلى الله عليه وآله. وكما صرح المعصوم أبو عبد الله الحسين، شكرا، أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل. وكما يعرف أهل العلم والفضيلة أن المعصوم حينما يتكلم يتكلم بدقة بعناية، لا أمر فيه زائد ولا ناقص، حينما يصف يصف بدقة. فيقول حينما خرج علي الأكبر مقولتان قالها الإمام الحسين، واحدة عند خروجه واحدة عندما وقف عند جسده كما يمر علينا إن شاء الله، تنم عن عظم الخطأ حينما استشهد علي بن الحسين الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا. هسه الخلق الشبه بالشكل، وحينما كانوا يشتاقون لرسول الله وأولهم أبو عبد الله ينظرون إلى علي الأكبر سلام الله عليه، ولكن الأخلاق التي تخلق بها كجدي رسول الله. ونعرف أن مكارم الأخلاق، يقول رسول الله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فعلي شبه جده، شبه جده بكل مكارم الأخلاق، إذن طبق ما قام به جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا فد مقام عالي، يعني ليس سواحد يشبه أبوه يشبه أمه، أما كود بالأعمال أيضا يشبه، هذا فد شيء عظيم وكبير ومقام عالي لعلي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام عبر عن ألمه حينما يقول وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا ترضل ولا عنهم أحدا. إنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ماذا قال بعد ذلك؟ يا ابن سعد قطع الله رحمك، تلقى لهم أثر ذول الآن، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. هاي من أهم الصفات التي اتصف بها علي الأكبر. الصفة الثانية الكرم والجود. علي الأكبر عليه الصلاة والسلام لأولاد النبي صلوا على محمد وآل محمد لقدومهم، صلى على الكرم، كان عنده نار القرى يشعلها أمام خيمته يطبخ اللحم. حينما يتم طبخ اللحم واستواء يوزعه على الفقراء وعلى المحتاجين، وهذا أيضا من صفاته التي أشبهت صفات جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك معاوية اللعين باعتبار أن أم علي الأكبر ليلى بنت أبي مرة ابن مسعود الثقفي، أمها ميمونة بنت أبي سفيان، على أساس أنه عنده قرابة مع معاوية، قال لهم من أحق الناس بالخلافة؟ ربع يقولون المتملقين، قالوا أنت يا أمير الفاسقين، قال لا، أحق الناس بالخلافة علي بن الحسين الأكبر.
فهو أولا يحمل شجاعة بني هاشم وكرم بني أمية وزهو ثقيف، يعني على جدة لأمه، يريد يبين أن بني أمية كرماء والحال هم من أبخل الناس. روايات كثيرة في هذا المضمار اللي يبين أنهم بخلاء، كانوا بخلاء، وأولهم معاوية لعنة الله عليه. إذن كان من صفاته الكرم، ومن صفاته الأخرى التي أشبه جده رسول الله وجده أمير المؤمنين هي الشجاعة والثورة للحق. فعلي الأكبر لم يكن يدافع عن أبيه كشخص أب، لا، إنما يدافع عن إمام معصوم، عن قضية مؤمن بها. أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. فكانت من صفاته الشجاعة والإقدام على الموت، الإقدام للتضحية استعدادا للاستشهاد في سبيل الله. وهذا ما يرويه عقب بن سمعان حينما جاء مع الحسين إلى كربلاء، يقول: سرنا ساعة وإذا بأبي عبد الله الحسين قد خفق خفقه، كان على ظهر فرسه، خفق خفقه ثم انتبه، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين. كررها ثلاث مرات كرر. علي الأكبر انتبه، لأن المعصوم الواقع كل كلام اللي يتكلمه، كل فعل اللي يقوم به بحكمة وببعد. فقال: أبا نور عيني، أراك استرجعت وحمدت الله، مما استرجعت وحمدت الله؟ قال: بني، خفقت خفقة وإذا بفارس عن لي وقال: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم، فعلمت أن نفسي قد نعيت إلي. قال: أبا ولسنا على الحق؟ مو شاك هو، لا، احنا على الحق، خلاص ماكو مشكلة. قال: نعم، والذي إليه مرجع العباد. قال: أبا إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. لذلك علي الأكبر كان عنده كامل الاستعداد للاستشهاد والتضحية في سبيل الله. حينما قتل أصحاب أبي عبد الله الحسين، بقي أهل البيت 17 من نجوم آل عبد المطلب. أول من تقدم هو شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أبو عبد الله لم يقدم إخوته، أبناء عمومته، أولاد إخوته، إنما قدم ولده إلى ساحة الشهادة، يقدمه قربان. فتوادع أهل البيت، أخذ يودع بعضهم بعضا، فتقدم علي الأكبر يستأذن من أبيه، سأل كل، هو أب إمام معصوم عظيم صبور، بس هو أيضا هو أب، والأب الواقع ينظر إلى ولدي أنه بعضه أو كله. يقول علي يخاطب الحسن، علي عليه السلام يخاطب الإمام الحسن: بني، وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، فلدة كبد الأب الإبن. يحاول دائما أن يلبي له الطلب، حتى يقولون يوم من الأيام اشتهى علي الأكبر عنبا في غير أوانه، فضرب أبو عبد الله جدار المسجد بيده وإذا بطبق فيه عنب كان الآن قد جني من الشجرة، قدمه لولده. لكن في كربلاء حينما جاء علي الأكبر يطلب الماء من أبيه، لم يحضر له الماء. فقد واحد يسأل علي الأكبر عالم فقيه عارف،
ألم يعلم أنه لا يوجد قطرة من الماء في المخيم؟ كيف يأتي ويطلب الماء من أبيه؟ ما يدري يعني ما عنده ماء؟ يعلم، ولكن يريد أن يبين، أولا يجدد العهد بأبيه، يطمئن أبوه، ينظر نظرة الوداع إلى أبيه، والأمر الآخر هو حتى يبين مدى عطش الحسين عليه السلام حينما جاء يطلب الماء. أبأ العطش قتلني، ثقل الحديد أجهدني، فهل من شربة ماء أتروى وأتقوى بها على الأعداء؟ قال له بني واغوثاه، ما أسرع اللحاق بجدك فيسقيك من كأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يريد الطيف دليل عملي، يقول وضع لسانه في فيه، في فم علي الأكبر، يقول والله لقد كان كالخشبة اليابسة من شدة العطش، وكان يلوك بلسانه، يعني فر لسانه في فم، لعل هناك رطوبة تصيب اللسان. هاي نكتة جدا مهمة أحبتي. فعلي الأكبر خرج إلى ساحة القتال وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي. لكن الإمام قبل أن يرسله يقول احتضن ولده وبلده احتضنه، وأخذا يبكيان حتى هويا إلى الأرض مغشيا عليهما. ساعة وداع مريرة، أويل من تلاق وحين الوداع، امشابك طول لما انهووا للقاع، لاع الابن لبي والأبو لاع. خرج بعد أن ارتجز، أخذ يقلب اليمين على الشمال والشمال على اليمين، يغوص في الأوساط، يعيد أمجاد جده علي بن أبي طالب بضرباته الموجعة، وأبو عبد الله واقف بباب الخيمة يراقب ولده. ليلى يقولون أيضا واقفة بباب الخيمة داخل الخيمة تنظر إلى أبي عبد الله، تشوف وجهه مشرق مستبشر ببطولات ولده، فجأة تلمح وجهه قد تغير. صاحت أبا عبد الله هل أصيب ولدي بشيء؟ قال لها لا يا ليلى. من طلع على بكر بن غانم يعادل 1000 فارس، قال له رح أراويك ضربة من ضربات علي بن أبي طالب، ضربه ضربة قده نصفين. ادعي لولدك فقد سمعت جدي رسول الله يقول دعاء الأم مستجاب في حق ولدها. آلت إلى المخيم، جردت خمارها، نشرت شعرها، رفعت يديها إلى السماء، إلهي بصدر أبي عبد الله. تتخذ من الحسين واسطة بالدعاء، إلهي بعطش يا أبي عبد الله، إلهي بغربة يا أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، أردد علي ولدي، عاد عاد هرش قلبي تلوى وذبل، عود على ابني وجه حسين خطف، عاد يا من رديت يوسف لعيد، عاد أريد ترد علي سالم علي. رجع علي يحمل رأس بكر، أبأ العطش قتلني، ثقل الحديد أجهدني،
فهل من شربة ماء أتروى وأتقوى بها على الأعداء؟ قال له بني واغوثاه من أين آتي لك بالماء؟ ما أسرع اللحاق بجدك فيسقيك من كأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يقل لي يا بويا شربة ماي لكبدي أدق أوى وريد للقوم وحدي يا بويا انفطر كبدي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحر ينادي يا بويا لين اجيب الماء يا ابني ما هو حجك بهذا حيلي وتعبني. قال لبني اذهب الى امك. ذهب الى امه راها مغشيا عليها في الخيمه وضع راسها في حجره اخذ يقطرها بدموع عينيه. أفاقت؟ قالت ولدي علي. قال نعم أمه فداؤك علي. قالت له بني قم وتمشى أمامي حتى أرى فيك شمائل جدك رسول الله. قام تمشى أمامها احتضنت هذه مرة واحتضنته مرة أخرى وذلك لما رأته مقطعا إربا إربا. اتقل له يا ابني يا ابني انقطع منك نصيبي انا ردتك ذخر الايام شيبي يا المحروم من شم العذيبي وانهار ركن حيلي تهدم طاح وانهار على وليدي دمعت سيول وانهار لجي من نوح عقب ليل وانهار وضم بروحي وبروحي يا الشجية أين لوعة أمه من لوعة أبي عبد الله حينما سمع صوت ولده وهو قد بلغت روحه التراقي. عليك مني السلام أبا عبد الله هذا جدي يقرئك السلام وقد سقاني من كأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا ويقول لك عجل القدوم علينا. حينما سمع الإمام صوته ركب جواده جاءه مسرعا ما نزل من على ظهر الجواد إنما رمى بنفسه من على ظهر جواده تمدد إلى جنب ولده بين الخيل والرجال وهو يقول ولدي علي على الدنيا بعدك العفا أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وتركت أباك لهمها وغمها. يشوف ابن مقطع إربا إربا مفضوخ الهام. ليش؟ لأن حينما ضربه اللعين على رأسه احتضن جواده نزل من دم رأسه على عيني الجواد بدل ما يودي للمخيم ودى إلى معسكر الأعداء. قطعوا بسيوفهم إربا إربا رحم الله من نادى وسيدا وعليا وشهيدا ومظلوما. الإمام يشوف شيء غريب عجيب من علي الأكبر ينظر إلى هذه الجهة تبسم ينظر إلى جهة الحسين تسيل عبرته. سأل الإمام قال له أبا أنظر إلى هذه الجهة أرى جدي رسول الله
وبيده الكأس التي وعدتني بها، لكن انظر إلى هذه الجد، أرى جدتي فاطمة جالسة إلى جنبي تنظر إلى جراحاتي، ثم تنظر إليك وتلطم على رأسها. ليش تلطم على رأسها يا سادة يا مؤمنون؟ لأن ضلعها مكسور. أيوة سيدتا أهوى فاطمة، يقل لي يا أبويا أشلون ما أتي بكي الزكية، قطع يا ابني الدهر واصلك علي، يا أبويا جدك وجدتك هي اجاو يا ابني عزوني بفقدك، آه ما خلت من قبلي يوافيك الردى، روحي فداك بني لو أنك تفتدى، غادرتني شوقا أروح مرددا، يا نجعة الحيين هاشم والردى وحمى الذمارين العلا والسؤدد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل في فرج آل محمد وفرجنا بهم يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلي يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اجعل العراق وسائر بلاد المؤمنين آمنة مطمئنة يا الله، واحفظ خدام الحسين وزواره في وفي كل مكان من أرجاء المعمورة يا الله، واجعل كيد من يريد بهم سوءا في نحورهم يا الله. مراجعنا العظام الكرام في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احفظهم وأيدهم وسدد خطاهم، لا سيما آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي مد ظله، وارحم الماضين منهم، لا سيما آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي والسيد حسن الشيرازي والسيد محمد رضا الشيرازي، قدست أسرارهم جميعا. سادتي مشايخي إخواني الحاضرين شيعة أمير المؤمنين، اللهم احفظهم فردا فردا، لا ترد هذه الأيدي إلا بقضاء الحوائج وشفاء المرضى وكشف الهم والغم وحسن العاقبة والفوز بالجنة. المؤسسون والقائمون والخادمون والباذلون لهذا المجلس، اللهم احفظهم وأيدهم وسدد خطاهم إلى أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين، ومن مات على الإيمان وأمواته، وأخص بالذكر مولاتنا وسيدتنا أم البنين والشهداء الأبرار. رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة قبلها صلوات.